ياسين وبنور ياسين وبسر ياسين وبكرم ياسين وبعذب ياسين أن تغفر لنا يا الله من جميع ذنوبنا واكشف عنا يا الله جميع كربتنا وارفع يا الله درجتنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا يا الله في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا يا الله في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين. اللهم انزل الرحمة ونعمة ومغفرة وسكينة وفرحة وجنة وسرورا ونورا ونورا الى جميع اهلنا واهل القبور الى جميع اهلنا واهل القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم عفرة نفرة النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. استجب الله تقبل الله منكم منا ومنكم.